بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نختار نتحدث أو نبدأ الحديث في آية 103 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعده، يعني من بعد فرعون، يعني من بعد غرق فرعون. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. إذن فأراد أن يستفزهم، أي فرعون. إن شاء الله نتوقف عند شوية إيش يستفزهم. الكلام إذن في موضوع ما حصل من صراع بين الحق والباطل. اللي بيمثل الباطل كان فرعون، واللي بيمثل الحق كان موسى عليه السلام. إذن فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هي هذه الآية طبعا مناسبة جدا، وإحنا ندور حولها لتوضيح كيف إنه أحيانا في التفسير ممكن لما يكون المفسر ما عندوش بعض الآفاق اللي هي طبعا تكون غايبة لأسباب كثيرة، فنجد إنه التفسير يروح في اتجاه بعيد عن حقيقة النص. هذه الآية من الأمثلة النموذجية على قضية إنه كيف المفسر أحيانا بدون خلفيات مناسبة ممكن ما يفهمش النص. في البداية خلينا نقدم بمقدمة. في اعتقاد عند الناس بشكل عام، مش بس المسلمين وغيرهم، انه موسى عليه السلام لما اخرج بني اسرائيل من مصر انه اخرجهم كلهم، يعني ما بقي في مصر من بني اسرائيل احد. الان هذا الوهم منين جابوه؟ واذا بتلاحظوا هذا راسخ في عقلية المؤرخين، وراسخ في عقلية أهل التفسير، وراسخ في عقلية العامة والخاصة، إنه موسى عليه السلام جاء وأخرج كل بني إسرائيل وخلاص. وهذا غير صحيح. ليش؟ طبعا هذا مهم في فهم قضايا كثيرة. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. إذن كل اللي آمنوا لموسى مجموعة منها الشباب، قلة منهم آمنت بموسى، وهم خايفين. طيب إذا كانت القلة أو مجموعة من الشباب، لأن الذرية غالبا المقصود فيه يعني هالناس الشباب، الجيل الشاب هذا. طيب والناس اللي ما آمنوش شو اللي بده يخليهم، يعني من بني إسرائيل ايش اللي بده يخليهم يصدقوا موسى طالما مش مؤمنين ويغامروا ويخرجوا؟ دواعي خروج كان اولا المؤمنين، صح؟ ممكن بيخرجوا مع اهل الايمان. اثنين، قرايبهم مثلا المؤمنين واولادهم وابوه وامه وبجوز عمته وخالته، بشك يعني بتلم مش بس المؤمنين وكل من هو متعاطف معهم
وبتلم كمان الناس المضطهدين اللي بدهم يعني فرصة ولو مش مؤمنين ولو مش مؤمنين. لكن كلهم بيخرجوا ليش؟ سهل جدا انت سهل جدا انك تجعل الناس يتركوا مألوفهم والديار اللي الفوها وكل واحد في شغله وممكن يكون راضي، الخدام اللي جوا قصر راضي بجوز بشيك، واللي في بساتين راضي ويطلع للمجهول ليش وهو مش مؤمن بموسى اصلا. موسى عليه السلام كان على فكره عندهم هو نبي وبطل قومي في ان واحد، بس مش كل الناس بيكونوا يعني جاهزين يطلعوا، مش كل الناس جاهزين يطلعوا. لا القرآن قال ولا العقل بيقول انه كل اليهود او كل عفوا بني اسرائيل مع العد الان ما فيش يهود، كل بني اسرائيل ممكن يطلعوا مع موسى. بس خلينا برضو جيد نوقف عند الآية اللي الآن استشهدنا فيها، فما آمن لموسى، لاحظوا كلمة فما، إلا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، من قومين على فكرة أنتم شايفين، من قومين، هاي اختلف الفقهاء، الشيخ مشي مع بعض المفسرين وانتوا مشيتوا مع النص، النص اقرب مذكور موسى ومش مذكور فرعون الا القصة قبل بس، وهون بداية آية فما آمن لموسى الا ذرية من قومه، اذا الاصل في الضمير يرجع لاقرب مذكور واقرب مذكور هنا موسى. بس شو ممكن يخليهم يروحوا لموضوع انه من قومه يعني من قوم فرعون، من قوم فرعون اللي خلاهم يروحوا لهذا الكلام اللي هو كلمة لحظه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. فتصوروا انه ملئهم يعني مين؟ ملأ فرعون، إذن هم فراعنة، هذا اللي دفع دعاهم يقولوا هذا ملئهم. لكن هذه الكلمة بتكشف عن حقيقة بيعرفوها كل الناس في كل العصور، انه دائما الانسان المتسلط، وبني اسرائيل ديروا بالكم من ايام يعقوب لما جو من فلسطين الى مصر، اذا كان يعقوب عليه السلام واولادته، يعقوب اولادته كانوا 12، الصغير فيهم تقريبا ممكن يكون 40 سنة، تمام، معناته قديش كانوا اذا كان الصغير، اذا كان الصغير ممكن 40 سنة معناته قديش كانوا 100 ولا 200، طيب 100 ولا 200 خلال 450 سنة قديش بيكونوا، ممكن الناس اللي عندهم فكرة يحسبوا، بيكونوا ملايين خلال 450 سنة، بيكونوا ملايين، بلاش ملايين، مليون، مش هيك؟ بالتالي هدول كلهم بيخرجوا، مش معقول، هدول كلهم بيخرجوا مش معقول. ولكن في ناس منهم زي ما بصير معنا نحن هون، في ناس منهم ترتبط مصالحهم بالطاغية، في ناس منهم ترتبط مصالحهم، كيف الناس اللي تعاونوا مع اسرائيل عنا، منا احنا ليش بتعاونوا مع اسرائيل، في منهم بده يصير غني بده كذا تسلك مصالحه، بتلاقوا من ناس مريضين بهالطريقة هاي ولا لا، في كل امة، في كل أمة في ناس منهم من هذول المضطهدين بتعاملوا مع مين؟ مع الطاغية هذا والمتجبر والظالم، والظالم نفسه بده هذول الناس لأنهم هم من جوا وبيستطيعوا يساعدوه، خصوصا زمان مش اليوم، اليوم ممكن يتجسس عليك من على بعد آلاف الكيلومترات، بس زمان بيحتاج الجاسوس بين الناس واللي يشوف ويعطيه وتفاصيل كلها هاي. ولذلك يبدو ما تصوروش انه ملائهم المقصود ملأ بني اسرائيل، انه في ناس منهم بتعاملوا مع فرعون ومصالحهم مع فرعون. واصلا كان لازم يقرأوا ان قارون كان من قوم موسى، من مين قارون؟ قارون من مين؟ من قوم موسى فبغى عليهم. طب وكيف كان غني؟ كيف كان غني؟ مش القرآن قال انه غني وغني كبير؟ طب كيف من قوم موسى وغني كبير؟ متعامل، متعامل، منلاقي منهم هذول ولا منلاقيش في كل عصر؟
بتعاملوا واموالهم وكذا لاخره، لانهم بتعاملوا بصير ولا بصيرش؟ اصلا لازم يصير في كل عصر، بصير مش ممكن الا يصير. تمام؟ فمن هنا لحظه، لذلك نعود نفهم الايه، فما امن لموسى الا ذرية من قومه، من قوم موسى، على خوف، حتى ايمانهم هم ايش؟ خايفين من البطش، على خوف من مين؟ من فرعون وملئهم، لانه مين اللي ممكن يتجسس عليهم ويودي اخبارهم لفرعون؟ ومين اللي ببطش فيهم، ملأهم ولا فرعون في النهاية؟ فرعون. لذلك لاحظوا الآية شو قالت، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، يعني فرعون. مين اللي بيفتن؟ فرعون. ومين اللي بتفتن مثلا هون؟ إسرائيل مثلا. لكن هذاك اللي من ملأك بودي لإسرائيل، واللي بيفتن وبسجن إسرائيل. انتبهتوا الآية كيف قديش دقيقة؟ لذلك بعض المفسرين ظن أنه يعني قوم فرعون، لأنه شاف كلمة ملائهم. إذن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم، اللي بيفتنهم فرعون في النهاية، هو صاحب السلطة، هو صاحب السلطة. وبالتالي إذن في ناس مستفيدين، هذول يخرجوا مع موسى ليش؟ في ناس بيقلفوا الجو يخرجوا مع موسى ليش؟ ما هم المؤمنين معدودين، خليهم الربع. طيب، وكمان الربع بيطلع مع الربع، وكمان الربعين بيطلع معهم ربع، يعني كلهم بيطلعوا ما بيطلعوش. هذه اول خطأ بيوقعوا فيه كثيرين من اهل التاريخ بالدرجة الاولى، وهم يفسروا يحاولوا يشوفوا. ثم بدي اياكم تنتبهوا للايات التالية، فأخرجناهم مين يعني؟ يعني فرعون وملأه وجيشه. فأخرجناهم من إيش أخرجهم؟ فأخرجناهم من جنات، لاحظوا، من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك، لا دعك من نعمة، هذيك كم تركوا بعدين نجيها شوية، كم تركوا هذيك. أنا الآن في سورة ثانية. فأخرجناهم، لحظة، فأخرجناهم من جنات وعيون، يعني أخرج فرعون من جنات وعيون وكنوز، كنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. إذن بني إسرائيل ورثوا مين؟ ورثوا مين؟ فرعون. طب كيف؟ ما هم خرجوا. طب كيف ما هم خرجوا؟ واللي خرجوا ما رجعوش. لانه مش مدركين انه بجوز غالبية بني اسرائيل ما طلعوش اصلا. اذا كان هم مليون بجوز طلعوا منهم 100,000 بس. اذا كان هم مليون ممكن طلع منهم 100,000 بس. طب نشوف الان، دققوا معي. نروح للآية الثانية. الآية الثانية في سورة ثانية. كم تركوا من جنات وعيون، الآن مش وكنوز، وزروع، وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. مرة أورثها مين؟ بني إسرائيل. ومرة أورثها مين؟ قوم آخرين. انتبهوا الآن حتى تتبلور الصورة، ليش هالفروق هاي؟ ولاحظوا مرة قال كنوز ومرة قال زروع. كنوز، زروع. الآن الفراعنة كانوا في الدائرة القريبة منهم، الفراعنة الدائرة القريبة منهم، القصور، القصور وبساتينهم القريبة. تمام؟ هذول كاين بني إسرائيل فيها، الخدم والمشرفين. ما هو دير بالكم من خلال المخالطة بصير له وزن، كيف المماليك، مماليك الأيوبيين في الأخير صاروا هم الحكام، مماليك الأيوبيين شو صاروا؟ هم الحكام. ولما يصير في معاملة، على فكرة هذا اللي أنت أصلا مضطهده، إذا كانوا ذكي وإذا كانوا وإذا كانوا وإذا كانوا بصير في ألفة، وإذا كانوا قوي وإذا كانوا فارس وإذا كانوا ذكي وإذا كانوا طبيب وإذا كانوا، انتبهتوا؟ يعني من نفس بني إسرائيل بصير لهم تداخل وين؟ مع الفراعنة.
خصوصا موجودين في أي دائرة؟ في الدائرة القريبة. لذلك أخت موسى مع مين كانت؟ وين في أي دائرة كانت أخت موسى عليه السلام؟ كانت في الدائرة القريبة في القصور تخدم. ولا كيف قالت لهم هل أدلكم؟ كيف قالت لهم هل أدلكم؟ إذن كان في الدائرة القريبة. فبني إسرائيل كانوا في الدائرة القريبة. ولكن اللي بدرس تاريخ الفراعنة وإنهم في الحروب كانوا أحيانا يأخذوا أسرى من أمم ثانية. وين يشغلوهم؟ يشغلوهم في المزارع البعيدة. مش برضو بدولة بدها تزرع قمح وا 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 في نجوع وتفاصيل هاي كلها. إذن في دائرتين. الدائرة الأولى القريبة جدا من الفراعنة وداخل القصور. وين الكنوز غالبا بتكون؟ وين الكنوز بتكون؟ في القصور. في القصور. في ناس تانيين مش بني إسرائيل، وثابت هذا تاريخيا، وثابت هذا تاريخيا، هذول كانوا بيشتغلوا وين؟ في الزروع البعيدة. إذا هذول قوم آخرين. بني إسرائيل في الدائرة القريبة. في الدائرة القريبة. لاحظوا. لذلك لاحظوا بعيد الآية ودققوا كيف الدائرة القريبة وين كانت؟ اللي هم بني إسرائيل. لاحظوا. والدليل على انهم ورثوا فرعون، ورثوا الفراعنة. وببين ليش ورثوا الفراعنة. لاحظوا شو قالوا، شو بتقول؟ من جنات وعيون وكنوز. شوف الكنوز الان بده يخليك وين؟ في الدائرة القريبة. وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ليش بني إسرائيل وين موجودين؟ في الدائرة القريبة. فأتبعوهم مشرقين. معناته انتبهوا للفاء هاي، انتبهوا للفاء. فأتبعوهم مشرقين. أتبعوهم مشرقين يعني عند الشروق لما تبعهم فرعون. ليش قال ف؟ أنا أقول لكم لاحظوا، لما طلع فرعون وجنوده مشان يطاردوا بني إسرائيل، انتبهوا لها، مشان يطاردوهم، في اللحظة اللي خرج فيها ما كانش بيعلم انه ما برجعش له ولا جيشه. وفي هذه اللحظة برضو بني إسرائيل اللي ما طلعوش ما كانوش بيعلموا انهم ورثوا الأرض، لأنه كل واحد موجود. دير بالكم لما انهار النظام معناته كل واحد إيده على وين؟ إيده على وين؟ على اللي مسيطر عليه أصلا واللي موجود فيه هو. فلذلك بمجرد ما خرج فرعون وتبع بني إسرائيل اللي هربوا مش راح يرجع، انتهى الموضوع، تحققت الوراثة. وراثة بني إسرائيل لمين؟ لفرعون، مع أنه بعده ما هلكش. لذلك لاحظوا الآية، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. إذن هم بمجرد ما طلع انتهى الموضوع، ما هو أصلا مش رح يرجع، وهذول موجودين ومش دارين شو الطبخة، بس هم ورثوا وهم مش دارين. زي اللي بيموت ابوه او سيده وبيجي الخبر بعد 10 ايام، هو بكون وارث من 10، مش هيك؟ هو بكون وارث من 10 مش من وقت ما عرف، ها؟ مش هيك؟ فاتبعوهم مشركين. شوفوا الدقة في التعبير. اذا في جزء من بني اسرائيل اللي كان في الدائرة القريبة بمجرد ما انهار الجيش لانه ما رجعش، ما رجعش لأنهم كله غرق. إذا النظام كله غرق، النظام كله غرق. طب الناس مين؟ الناس مين؟ الناس المتصرفة أصلا. مين الفرسان الموجودين؟ مين الحراس؟ مين اللي بيشرفوا على البساتين؟ مين اللي داخل القصور؟ مين المشرفين على الكنوز؟ مين الخدام؟ مين الطبخين؟ من مين 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 مين؟ قديش أعدادهم؟ هذول خلاص على طول هم. نيجي للقوم الآخرين اللي في الدائرة إيش؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع؟ لأن هذولك في أي دائرة؟ في دائرة الزروع. وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها
قوما آخرين. عم نلاحظ؟ طيب مين هو فرعون؟ مين هو فرعون هذا؟ في عندنا أولا الأسرة التاسعة 19، لأنه الفراعنة أسر. الأسرة 19، الفرعون الثالث فيها في الأسرة 19، الفرعون الثالث اسمه رمسيس الثاني. رمسيس الثاني حكم 67 سنة، حكم 67 سنة، يعني دخل في التسعين. في بعضهم زعم انه 99، في ناس بيقولوا لا مات في بداية 90. حكم 67 سنة رمسيس الثاني. في منهم زعم انه رمسيس الثاني، طبعا هذا الكلام سهل ضحضه ومش وقته، انه اطلاقا فرعون الخروج مش رمسيس الثاني لاسباب كثيرة، من ضمنها معروف كيف مات رمسيس الثاني. طبعا مومياء اكتشفت سنة 1881، مومياء رمسيس، وكل المؤشرات بتدلش على انه غرقان الزلمة اصلا اللي هو رمسيس الثاني. ورمسيس الثاني اصلا لما توفي انتقل الملك لابنه مريم بتاح. هم بالفضوها طبعا طريقتين يبدو، من بتاح تخفيف يعني، لانه صعب تقول مرن بتاح. ابنه من بتاح. يبدو على فكرة اللي ربى موسى، على ما يبدو اللي ربى موسى هو رمسيس الثاني. اللي ربى موسى رمسيس الثاني، واللي طارد موسى وجماعته هو من بتاح. ولذلك بتلاحظوا ما قالوش انا ربيتك، قال ألم نربك فينا. أما لو أنه رمسيس كان بيقول له والمش أنا اللي بشيك، كان وجدنا في نوع من الود بين الأب اللي تبنى بشيك وربى رمسيس. بس واضح أنه الابن والابن المتبنى. لذلك اللغة كانت مش لغة كثير، ها؟ ولذلك شو قال له؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ما فيش أي إشارة أنه هو اللي ربى، واضح أنه اللي ربى رمسيس. وقلنا رمسيس تصوروا حكمه 67 سنة، الحكم لحاله 67 سنة. طبعا في ناس بتصوروا أنه يعني انه رمسيس، شوف هذا بدل على انه فيش منهجية في التفكير، انه بتصوروا انه رمسيس يعني ملوش اولاده، عشان هيك يعني لما قالت له زوجته شو قالت له؟ كرة عين لي ولك. بس مش منتبهين هم انه شو قالت؟ كرة عين لي قدمت هي ايش؟ بس لاحظوا في سورة يوسف شو قال العزيز لما راح اشترى يوسف، شو قالها؟ أكرمي مثواها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. العزيز حكى هو ينفعنا، بس هناك لما شافت الولد الصغير شو قالت له لزوجها؟ كرة عين لي ولك. ورمسيس أصلا كان متزوج كثيرات، وابنه من بتاح أصلا من الزوجة الثانية، ابنه من بتاح من الزوجة الثانية. وهم بتصوروا بعض الناس زي تصورات عصرنا إنه باقي الملوك زمان أيام الفراعنة وغيرهم يعني عنده مرة واحدة. لا، هي بس واحدة وتنتين وثلاثة وعشرة. ما هو الإسلام اللي أجى حد منهن وجعلهن بس أربعة، ولا هو كان شك مفتوح؟ طيب في واحدة منهن ممكن تكون شابة وجميلة وتولدش، بتقول له قرة عين لي وإلك كمان. طبعا وإذا بحبها خلاص ماشي، ولا في أسهل منه الزوج لما يكون بحبها لسبب أو آخر؟ طبعا ممكن يحبها. ليش لا؟ ليش لا؟ وشو مكلفه هو يعني؟ بكلف فرعون اشي يتبنى مشانها؟ وشافها حبت الولد، قرة عين لي ولك، مش هيك؟ فهون كن كلك. طب كيف من بتاح ابنه؟ كانهم بتصوروا انه هالمرة العقيمة، المرة عقيم قصدي، وابتنجبش. وحتى بتصوروش انه حتى لو انه مخد واحدة، هالواحدة في اول عمرها ما انجبت، شو بعدين انجبت يا اخي؟ اقول لك ماتت الاولى وخلفت الثانية.
يعني تفاصيل طويلة. إيه الغريب كيف الناس مرات تفكر. طيب الآن من ابتاح، أما من ابتاح أو مرن ابتاح، لاحظت أنه في بعض المؤرخين المصريين بقول لك مستحيل يكون اللي لحق موسى، انتبهوا الآن، مستحيل اللي طارد موسى يكون من ابتاح. نقول لهم ليش؟ ليش؟ شوفوا الآن كيف أحيانا لما يكون فيش منهجية في البحث، أنه ممكن يضلوا الطريق أهل التاريخ وغيرهم، بتقول لهم شو دليلكم أنه من ابتاح مستحيل؟ بقولوا أصلا في كل الآثار الفرعونية لم نجد ذكر لإسرائيل، كلمة إسرائيل، إلا في لوح من ابتاح. يعني كانوا يسجلوا لما يصير انتصاراتهم يسجلوها في مسلات حجرية وتفاصيل، ويكتبوا كل ملك يكتب إنجازاته، كل ملك يكتب إنجازاته. وجدوا تاريخيا، وجدوا لوح من ابتاح اللي مكتوبة فيه إنجازاته، مكتوبة فيه إنجازات من ابتاح. طيب بقولوا إنه لم يذكر في كل الوثائق الفرعونية، وعلى فكرة الفراعنة صحيح تم اكتشاف، يعني ممكن الآثار الموجودة في مصر الآن بتشكل 25% من آثار العالم، ومع ذلك بقول لك ما تم اكتشافه بجوز أقل من 25% من اللي لحد الآن مدفون من تاريخ الفراعنة. ولذلك بتلاحظوا اللي بيكتبوا في التاريخ كثير بتطربوا وبتناقضوا، وهذا بيرجع أحيانا لطريقة تحليل كل طائفة كيف بدها تحلل المعلومات. ومن ضمنها هذا الكلام اللي احنا فيه، أجوا لما قالوا وأكثرهم لاحظت المؤرخين المصريين بقولوا مش ممكن يكون من ابتاح. ليش يا أخوي مش ممكن يكون من ابتاح؟ انتبهوا الآن، قال لأنه لم نجد اسم إسرائيل إلا في لوح من ابتاح اللي هو اسمه نشيد النصر. نشيد النصر اللي بكتب فيه من ابتاح انتصاراته، شو بذكر فيه؟ قال ورد اسم إسرائيل في هذا اللوح، فكيف ممكن يكون هو؟ شو مكتوب على فكرة؟ طبعا ممكن ترجموها الناس أكثر من ترجمة، بعضهم ترجمها هيك، يعني تم أو اليوم أو تم اليوم أبيدت إسرائيل، أبيدت إسرائيل ولن يكون لها بذرة. يعني إنه من ابتاح أباد إسرائيل ولن تكون لها بذرة. فبقولوا هاي من ابتاح ذاكر إسرائيل وأنه أبادها ولن تكون لها بذرة، إذن كيف هو اللي لحق موسى وغيرت؟ القرآن بفسر لنا شو هو القرآن. قلنا إنه بني إسرائيل فئتين، مش هيك؟ فئة بقيت وفئة طلعت. طيب سؤال، أنتم تتوقعوا من بعد يعقوب عليه السلام 450 سنة كل بني إسرائيل ظلهم في مصر؟ ليش؟ ما في ناس بيشعروا بالاضطهاد، ولا كان في أسهل منها زمان، بيركبها الحصان وبفركها على بلاد ثانية. وين بروح؟ برجع على فلسطين. وكانت تتم في، ممكن يروح في قافلة للتجارة يظلوا في وما يرجعش على مصر. بيقدروا يطلوه، مش زي اليوم في حدود مسكرة وفي جواز سفر وتفاصيل وإلى آخره. زمان يدوب كانوا يضبطوا بس البلد اللي هم ساكنين فيها وأسوارها، أما إذا صار واحد طالع منها أنو اللي يجيبه ومين هو أصلا؟ كيف بدك تعرفه؟ معاه هوية؟ ولذلك عبر 450 سنة كان جزء من بني إسرائيل يشتاق إلى أرض الآباء ورجعوا، وجزء منهم بيخرج من ظلم الفراعنة. وبتعرفوا الناس في كل عصر الأمم المتحدة فيها ناس بتقبلش الاضطهاد مهما كلف الأمر، في ناس بيقبلوش الاضطهاد. يعني بتجد ممكن كثير من الناس تلاقيهم ناخين، لكن إلا تلاقوا في نسبة من الناس ما لهم هذول في أي مجتمع كان يضطهد أبدا ولا يمكن ولا بيقبل. هذول لا يكون بيظلوا في مصر. ليش يظل؟ مين يمنعه؟ مين يقدر يمنعه؟ ما أحد. ولذلك كان يتم تسرب من بني إسرائيل مجموعات عبر 450 سنة،
حتى كونوا بؤرة، انتبهوا الآن، حتى كونوا بؤرة في أرض فلسطين، في أرض الآباء وقتها كونوا بؤرة، صار بالنسبة لمن ابتاح صاروا مصدر إزعاج. وثابت على فكرة إنه الفراعنة عقدوا أكثر من اتفاقية مع الحكام المجاورين لتبادل الهاربين، مذكور في ناس هاربين، إذن هذول الهاربين لما يكون واحد واثنين انت بتنزعج منهم وبتعقد معاهدة بينك وبين دولة ثانية لأنهم عشرة اللي هاربين، ولا لأنهم الهاربين قاعدين بيقطعوا الطرق وقاعدين بيهاجموا قرافلك لما بتطلع من مصر وتفاصيل. ثابت تاريخيا انه عقد الفراعنة معاهدات مع الدول المحيطة، احنا منرجع الهاربين وانتم بترجعوا الهاربين. ومن ضمن الهاربين واللي اسسوا بؤرة في داخل فلسطين ازعجت الفراعنة. ليش ازعجتهم؟ لانه طالما هذه البؤرة موجودة في فلسطين معناته بني اسرائيل المستخدمين في القصور و بصير هذول الموجود في فلسطين نقطة جذب لهم، هذه ارض الاباء تفضلوا عندنا تعالوا، فبصير نقطة ايش؟ جذب. فمشان يقطع هذه فقام من ابتاح، قام من ابتاح بحركته وهاجم المنطقة، هاجم المنطقة وغزا من يسمى بإسرائيل، غزا من يسمى بإسرائيل، ورجع وكتب على اليوم أبيدت إسرائيل ولن تكون لها بذرة. وهذا رسالة موجهة لمين كمان؟ للي عنده، يعني بتعتمدوا على إسرائيل هذيك اللي نقطة الجذب الموجودة في فلسطين. اليوم أبيدت إسرائيل ولن تكون لها بذرة، انتبهتوا كيف؟ إذن في وهمين كانوا واقعين في الناس. الوهم الأول إنه يعني كل بني إسرائيل خرجوا مع موسى وما فيش أي دليل، وأصلا العقل ضد هذا الكلام. الوهم الثاني إنه كل بني إسرائيل بقيوا في مصر 450 سنة، وهذا غير صحيح ولا ممكن يكون. وإنه قصة من ابتاح لما قال أبيدت إسرائيل، هذه البؤرة اللي كانت موجودة في بلاد الشام جاء ليبيدها حتى لا تكون ايش؟ نقطة جذب للناس اللي عنده. اما الدليل اللي بيجعل انه من ابتاح هو فرعون الخروج، طبعا الدليل فيش شيء اسمه الان في التاريخ دليل قاطع، خصوصا لما المعطيات التاريخية لحد الان اخذوا رد. اذا كان اليوم تحصل الحدث اليوم بيحصل في نفس اليوم هذا، بتلاحظوا الناس بزوروا في الكلام والصحف وتفاصيله كل واحد على خاطره بنفس اليوم نفسه، وعم توصلك المعلومة بأكثر من طريقة. طيب، أما اللي بدل إنه من ابتاح على فكرة، أولا لفت انتباهي وأنا أدرس تاريخ الفراعنة في هذه المسألة، حاولت أشوف بالضبط، وإذا انتبهوا الآن، وإذا بعد من ابتاح، ومع فكرة مختلفين بعضهم بيقول 5 سنين حكم بعضهم بيقول 10، ويبدو انه 5 سنين اللي حكمهم من ابتاح، مش مهم 5 ولا 10. بعد من ابتاح على فكرة وانا بقرأ في التاريخ الفرعوني، واذا بعد من ابتاح انتبهوا الان حصلت فوضى في مصر وانتقلت العاصمة الى الجنوب وسيطر على الشمال شخص آسيوي اسمه أرسو. ملاحظين؟ شو يعني؟ لأن ما فيش ملك ولا جيش، فيش ملك ولا جيش. كمان مرة بعد وفاة من ابتاح، هذا موجود في التاريخ، بعد وفاة من ابتاح تحصل فوضى في مصر في الشمال المصري، تنتقل العاصمة إلى الجنوب، يسيطر في الشمال شخص آسيوي، هيك بيقولوا آسيوي، يعني اسمه أرسو. كيف لما المماليك سيطروا بيبرس كوتوز التفاصيل، أرسو. طيب هذه مؤشر كبير انه شو اللي بده يخلي بعد موت الفرعون تصير فوضى وتنتقل العاصمة للجنوب ويسيطر على الحكم شخص آسيوي ما هوش فرعوني. أورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها قوما آخرين.
حطوا ايدهم حطوا ايدهم. ليش؟ فيش جيش فيش فرعون، فيش جيش فيش فرعون، مين بده طالب؟ ابن خالته يعني؟ انتبهتوا؟ اذا هذه كافي. ثم يعني في قضايا ثانية، بس بما انه انا مشان ما ابعدش عن الآية اللي ودتنا هون، مشان الآن نرجع لها، اللي هي فأرادة يعني فرعون آية، لأنها بتهمكم كثير هذه الآية أصلا، بتهمكم أنتوا الفلسطينيين. فأراد أي فرعون أن يستفزهم من الأرض. نشوف كلمة يستفزهم، يستفزهم. أولا نأخذ ما ورد في الآية 76 من سورة الإسراء، السورة نفسها، الله سبحانه وتعالى يقول في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا، يعني قريش، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. إذا ديروا بالكم، الاستفزاز شيء والإخراج شيء ثاني. هم وإن كمان مرة، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك، يستفزونك ليخرجوك. إذا هل معنى الاستفزاز الإخراج؟ لا، واستفزاز من أجل الإخراج. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. لكن هون في الآية 103، هذه اللي قرأت الآية 76، في الآية 103 فأراد أن يستفزهم من الأرض، ما قالش ليخرجهم، ما قالش ليخرجهم، لأنه هو أصلا بدهم، هو ما بده إياهم يخرجوا. لأنه لو فرعون مستعد أنه يخرجهم محلولة المشكلة، ما فيش داعي يتبع ورا موسى. مو أصلا موسى عليه السلام شو كان يقول له؟ أن أرسل معي بني إسرائيل، يعني جاي موسى يخدهم. إذا كان قال له خدهم، لا كيف يخدهم وكل الاعتماد عليهم؟ كيف يخدهم؟ تصور عندك مصنع فيه 2000 عامل، يقول لك والله إذا ممكن بدنا العمال. نو عمال، وين رايحين أنتوا؟ انتبهتوا كيف؟ بدك تأخذهم واللي وهم متشعبين في الحياة كلها، ممكن منهم الخباز، ممكن منهم الحارس، الفارس، الطبيب، ال 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 ولا هذول أمة، هذول أمة أمة. فبالتالي هو بدوش يخرجهم فرعون. ولذلك استغرب انا كتب بعض كتب التفسير انه بتفسر يستفزهم قال يعني يخرجهم. ايش فرعون بده يخرجهم؟ حتى انه في بعض المفسرين الاذكياء شو قال، المعاصرين الاذكياء شو قال؟ قال هذا من غباء فرعون. ايش من غباء فرعون؟ هو كل اصلا مشكله فرعون انه بدوش اياهم يخرجوا. فكيف يعني يستفزهم يعني يخرجهم؟ هو بده يخرجهم؟ كان بسطها على موسى، ليش يلحقوا اصلا؟ اذا بده يخرجهم يلحقوا ليش؟ اذا شو معنات يستفزهم؟ شو معنات يستفزهم؟ فاراد ان يستفزهم، فاراد ان يستفزهم من الارض. انتوا اذا بتلاحظوا احنا بنستخدم هذا التعبير، بنقول فلان مستفز، استفزوا استفزوا. شو يعني؟ شوفوا، انت بتكون لما بتكون مطمئن بتكون هيك مستقر وثابت هادي مطمئن. اذا من علامات الاطمئنان والهدوء الثبات بشيك والاستقرار. ولذلك دائما بيعبروا الناس بيقولوا بدنا مجتمع مستقر مطمئن، مستقر مطمئن، تمام. بس المستفز شو بكون؟ اولا ضد الاستقرار، ضد الاطمئنان، ضد الاستقرار، عكسها بالضبط، عكس الاستقرار وعكس الاطمئنان في الاستفزاز. والاستفزاز فيه خفة، كيف لما واحد لاحظه يستفز بتلاقي ايش يعني؟ بصير خفيف. وين بكون؟ بكون صاحب وقار، بكون واحد لاحظها انسان صاحب وقار بتستفزه شو بصير؟ بصير خفيف ومش مستقر ومش مطمئن ومضطرب وبكاد يطير هذا المستفز. ففرعون مشان يضغط عليهم
لحظة، مشان يضغط عليهم بدأ يهددهم في استقرارهم، هم على فكرة بدأ يهددهم في استقرارهم وأمنهم وطمأنينتهم، أمنهم تماما زي ما بتعمل اليوم جيوش في سوريا، مشان يخضعوا الناس. شو بيعملوا قاعدين؟ مشان يخضعوا الناس شو بيعملوا؟ بيخلوهوش آمن في بيته. طب لو أجا قال الشعب السوري السلام عليكم بدنا نرحل من البلد، بيمنعوهم. ترحلوا ومين الشعب؟ يعني حكومة عمين؟ طب ولا شو القصة؟ ليش تقتلوا فيهم؟ ليش تقتلوا فيهم؟ أيوة، عادة على فكرة عادة الظلمة والفراعنة دائما بهذا الشكل. إذا بدك تهز سلطانه إذا بيستفزك. شو يعني بيستفزك؟ بيخليك تخرج من حالة الاطمئنان، بيخليك تخرج من حالة ليش؟ الاستقرار، تشعر بعدم الأمان، تشعر إنك خفيف مش ثابت في الأرض. دير بالك. طب خليني أهرب. وين تهرب؟ انت بتلاحظوش بلحقوا لهم على الحدود، ممنوع تطلعوا. لا والله ما احسنوا الشعب يطلع. انت بدأ. طب والعمين حكام يعني يصيروا عمين يصيروا حكام؟ انتبهتوا؟ لذلك هناك قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك، للرسول صلى الله عليه وسلم، بس هون ما ذكرش الإخراج، فأراد أن يستفزهم من الأرض. إذن هو بده يذهب طمأنينتهم واستقرارهم وثباتهم وتفاصيل ويضرب مصالح. وحتى لما بدهم يهربوا ممنوع، حتى لما بدهم يهربوا ممنوع. فأغرقناه ومن معه جميعا. انتبهنا كلمة جميعا، ما رجعش مخبر. فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. هون اختلف العلماء ايش يعني اسكنوا الأرض. أني أرض؟ بعضهم قال أرض مصر بلكي، هذا حتى بعض المفسرين شو بيقول، هذه ممكن تكون أرض مصر إذا ثبت إنهم رجعوا لها. إيه هو أنو قال إنهم طلعوا منها؟ أنو قال إنهم طلعوا منها؟ إذن ممكن طبعا. وأكثر مفسرين على أنه الأرض أني أرض فلسطين. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. من بعده بقديش؟ مش قضية. من بعده بقديش؟ من بعده بقديش؟ ما قالش وقلنا وانت. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعده، أرى أنا شخصيا إنه المقصود بالأرض حسب أولا اسكنوا الأرض. بني إسرائيل اللي هم في مصر ما هم ساكنين، ولكن إذا القول هو قول الوحي. وقلنا من بعده لبني إسرائيل، إذا قول بوحي فهو أصلا قال لهم موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وهنا في ناس وحتى أهل التفسير عم بيفهموا كتب الله لكم فهم خاطئ. نشوف، في ناس بفهمها كتبت لكم، في ناس بفهمها كتبت لكم كأنه قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبت لكم. لا، مش صحيح، ما قالش كتبت لكم. أنا لما بقول للطالب اكتب الدرس الذي طلب منك، في كلمة محذوفة، طلب منك ايش يعني؟ تكتب. كمان مرة، اكتب الدرس الذي طلب منك، ايش يعني طلب منك؟ تكتبه. ادفع المبلغ الذي طلب منك، ايش يعني تدفعه؟ مش هيك؟ هذه بدهيات في اللغة ولا لا؟ هذه بدهيات في اللغة ولا لا؟ لما اقول له ادفع المبلغ الذي طلب منك، شو يعني طلب منك؟ انك تدفع. اكتب الدرس الذي طلب منك، ايش يعني تكتب؟ ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، ايش كتب؟ تدخلوها. طب دخلوها ولا ما دخلوهاش؟ دخلوها خلاص، الله كاتب تدخلوها، دخلوها. اما كتبت لكم يعني طابوا.
هو قال كتبت لكم يعني اتطوبت، وبقعدوا قال يقولوا انه هذا بالنسبة للقدماء ومش من ايش بالنسبة للقدماء، عم بقول لهم ادخلوا الارض اللي الله كاتب انكم تدخلوها. طب ما دخلوها، مين قال لك ما دخلوها؟ ما وحصل اللي ودخلوها وخلصنا. اما كتبت لكم بصير طابو، كتبت بتصير طابو. طيب يا قوم ادخلوا الارض اذن وقلنا لمن بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، واضح انها فلسطين لانه هذولك اصلا موجودين وانتهى الموضوع. ما بتلاحظوا كلمه اسكنوا، اسكنوا الارض، عارفين شو يسكنوا؟ لانها تقابل استفزهم، استفزاز. السكون شو فيه؟ السكون شو فيه؟ هدوء واستقرار. وكانه بده يقول انه قال لبني اسرائيل بعد ما استفزهم وصاروا في قلق و و و و و و و الان ان لكم تسكنوا ولا يهمكم، وبتسكنوا الارض اللي موسى عليه السلام جاء مشان يدخلكم اياها، تسكنوها. سكون، والسكون فيه استقرار وسكن وطمأنينة. اذا اللي بخاطبهم قاعدين اللي استفزوا، مش اللي ظلهم في البساتين، مش اللي ظلهم في البساتين والقصور وحطوا ايديهم عليها، ما هم اصلا هذولك لم يستفزوا منها، لم يستفزوا منها وما قبلتها اسكنوا، ما قبلتها اسكنوا. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا، انتبهنا شو قابلت اسكنوا، شو قابلت؟ لانه هناك اراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، اسكنوا عكس ايش؟ الاستفزاز اللي هو ضد الاستقرار والثبات والطمأنينة. الاستفزاز ضد الاستقرار والثبات والطمأنينة، والسكون استقرار وثبات وطمأنينة حصل. اذا نفهم وين، اذا نفهم مين الارض اللي هي ارض فلسطين، اذا نفهم وين الارض اللي هي ارض فلسطين. وقلنا من بعده بقديش، قديش كان ماضي، قديش كان ماضي. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا. اول شيء خلينا شوية في لفيف. لفيف القط، الله سبحانه وتعالى بيقول وجنات الفافا، جنات الفافا. ايش الجنات الالفاف؟ لاحظوا هي الجنات المتشابكة اغصانها واشملها تلتف بعضها على بعض، الناس بيحبوا هيك تكون في تشابك في الشجر والتفاف وتفاصيل. بس ما بتلاحظوا انه اجتماع الاغصان، اجتماع الاغصان والتفافها بعضها على بعض، لما بتتبع بدك تشوف منين جاي، تلاحظ انه كل واحد جاي من اصل مختلف، هم مجتمعين وملتفين على بعض. الاغصان الان، الاغصان لاحظوا مجتمعة وملتفة على بعض، لكن الان لاحظوا الآن بدي أترك النظر إلى الأغصان والتفافها وأشوف الجذور. راح أظهر هذا أصل شجرة، هاي هذه شجرة تانية، هذه شجرة ثالثة، هذه شجرة رابعة، هذه شجرة خامسة. إذن هذه الفروع الملتفة بعضها على بعض أصولها إيش؟ مختلفة. هذول هم اللفيف. اللفيف هي الجماعات المجتمعة الملتفة على بعضها البعض اللي أصولها شتى، اللي أصولها شتى. المختلطين من أصول شتى، المختلطين من أصول شتى، زي الجنات الألفاف اللي مجتمعة وجذورها مختلفة. طب بعدين بنشوف ليش هذا الكلام إنه جذورها مختلفة وأصولها شتى. إذا الجماعات اللي أصولها شتى ها واجتمعت، وعلى فكرة اجتماعها يكون لحظة، يكون اجتماع مع التواء، لانه اللف كيف بكون؟ اللف كيف بكون؟ اذا هي تجتمع اجتماع ملتوي، ملتوي واختلاط لاصول مختلفة. فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا. بعد ما عرفنا اللفيف اللي هم الجماعات بلى، احنا قلنا سابقا انه اللفلفة معروفة شيء،
خصوصا اللحامين لما بلفلفوا وبأخذوا من هذه البقرة من هذا من هون من أصول شتى ويحط لك لوكية. طيب المهم لفلفة ولما يلتفوا ناس على بعض يا أخوي المهم فهو اجتماع في التواء، اجتماع في التواء، وجماعات تنتمي إلى أصول شتى، جماعات تنتمي إلى أصول شتى. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وشفنا قضية اسكنوا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أولا وعد الآخرة العجيب، وهذا بدلك أنه المفسر ابن عصره، وأحيانا في قضايا لا يمكن تصورها، وبالتالي يضطر المفسر أنه يبحث عن وجه للتفسير. فهنا تعبير وعد الآخرة لم يرد في القرآن إلا مرتين، وعد الآخرة لم يرد في القرآن إلا مرتين، وورد في الصيغة التالية في بداية سورة الإسراء، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، وفي آخر سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. والكلام في المرتين عن بني إسرائيل في بداية السورة وفي نهايتها. وفيش في القرآن وعد آخرة غيرهن، فيش في القرآن وعد آخرة غيرهن. وبالتالي كيف يعني ممكن نفسر وعد الآخرة في نهاية السورة غير عما فسرناه في بداية السورة؟ ليش أنا أقولكم ليش ممكن يفسروه الثاني على أنه اليوم الآخر، وبتلاحظوا أنه التفسير بركبش مظبوط لما يفسروا اليوم الآخر. ليش اليوم الآخر؟ ليش هو ورد في القرآن اليوم الآخر بهذا التعبير وعد الآخرة؟ لم يرد. فإذا جاء وعد أولاهما فإذا جاء وعد الآخرة، فأراد أن يستفزهم فإذا جاء وعد الآخرة، حتى كما قلنا لاحظوا الكلمات الأربع، إذا فإذا جاء وعد الآخرة تنتين بهالطريقة هاي، وعن بني إسرائيل وعن بني إسرائيل. إذن ليش لا نفسر؟ خلص وعد الآخرة في نهاية السورة هو وعد الآخرة في بداية السورة، هناك كان في تفصيل، هون في إجمال في الموضوع. ليش؟ تفصيل الآن مش وقته. ليش هنا أجمل له ونفصل؟ فإذا جاء وكأنه بده يقول بهذا الشكل إنه طبعا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. إذن الله سبحانه وتعالى في التوراة كاتب لهم نبوءة، أرض فلسطين راح تفسدوا فيها مرتين. إفساد عن إيش؟ إفساد عن دولة، مجتمع مفسد مش أفراد، لأنه هذا قضية إفساد الأفراد يومي ومش مرة ومرتين وعشرة ومليون. إفساد الأفراد أصلا وين ما بيكونوا موجودين، ويسعون في الأرض فسادا، معناته هو عم بتكلم لأنه البداية كانت عن المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى، وبعدين على طول وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. الكلام مرتين عن كيان مجتمع بده يفسد في الأرض المباركة مرتين، المرة الأولى قبل الإسلام، ومش وقته الآن للتدليل وإثبات هذا إنه قبل الإسلام، إثباته سهل، والمرة الثانية بعد نزول القرآن لم يكن لهم وجود إلا في 48، معناته جاء الواقع وفسر النبوءة بعد 1400 سنة بيّن. وانت خلال 1400 سنة ما كانش فيه مجتمع يفسد، فيه مجتمع منهم يفسد هنا في هذا المقام. لكن هناك في نهاية السورة، سورة الإسراء، في نهاية سورة الإسراء كأنه لما قال وقلنا من بعد فرعون، بعد قديش قال؟ مش قضية، لا يعني بعد قديش دخلوا أصلا فلسطين، وقلنا من، لأنه صار فيه تيه، وبعد التيه قلنا سكنوا، لأنه في الأول قال ادخلوا ما دخلوش، ما دخلتوش طب تيهوا، وبعدين سكنهم، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، من أجل أن يتحقق وعد الأولى، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. إذن بين الأولى والأخيرة وين بكونوا؟ خارج، كمان خارج. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض،
بعد السكنة الأولى رح يتحقق إيش؟ وعد الأولى، وعد الأولى بالفساد ثم بالإخراج. فإذا جاء وعد الآخرة، لأنه مكتوب عندهم تنتين، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. طب لماذا قال لفيفا هون بعد ما فهمنا إيش معنى لفيفا؟ لأنه في المرة الأولى بيكونوا منتمين لأصل واحد، في المرة الأولى بيكونوا منتمين لأصل واحد، في المرة الثانية لما نجمعكم من الشتات مشان يتحقق وعد الثانية، والوعد الثانية وعدين، وعد بالوجود ونوجده، وعد بالزوال الوعد. على فكرة ما بتلاحظوا انه في وعد يقابل وعد؟ ما بتلاحظوا انه في وعد يقابل وعد؟ شو هو؟ هم بيزعموا انه في عندهم وعد، وعد لابراهيم عليه السلام، انتقل لاسحاق ثم انتقل ليعقوب ثم انتقل كذا بملكية هذه الارض. انتوا لكم وعد؟ طب شوفوا الوعد اللي عندنا شو هو. طب شوفوا الوعد اللي عندنا شو هو. لكم وعد؟ وعدكم بالارض هاي؟ الوعد هذا هو، افساد مرتين والاخراج في المرتين، هذا الوعد اللي بتقولوا عنه. انتبهتوا كيف؟ لاحظوا، اذا قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، من هون بدت القضية، من هون بدت القضية. اصلا قصة الاسراء ليش تذكر هذه؟ ليش تذكر النبوءة؟ عم بحدث الامة الاسلامية بعد 1400 سنة، قصة بالضبط بالتفصيل مشان تفهم الموضوع. ولما جاب لك وعد الاخرة في البداية ووعد الاخرة في النهاية، في النهاية اللي بينهن افهم اللي بينهن، كله منتمي للموضوع، كله منتمي للموضوع ليشرح لك التفاصيل كلها، وكيف بده يصير وكيف بصير، كيف بده يصير وكيف لازم يصير. طيب لاحظوا، قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض مشان يتحقق وعد ايش؟ الاولى. فاذا جاء وعد الاخرة ما بتكونوش زي المرة الاولى من اصل واحد اللي هو يعقوب عليه السلام، لا، في المرة الثانية منجمعكم في حالة انتماءكم لأصول شتى، واجتماعكم اجتماع ملتف ملتوي، أصوله مختلفة، اجتماعه ملتوي. تمام؟ جئنا بكم لفيفة، تمام، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قديش معنا؟ لحظة، وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، سواء. شو هو اللي آمنوا به؟ القرآن؟ طب هو أصلا بتحدث معنى القرآن الوعد، آمنتوا ما آمنتوش سواء، صبروا أو لا تصبروا سواء. شو لحظة، بتؤمنوا بتؤمنوش بده يحصل، تؤمنوا بتؤمنوش بده يحصل. أنو اللي بده يحصل؟ الوعد. لحظة، اللي بدل إنه الوعد كن قالوا بقصدوا القرآن. طب ما فهمنا، ما هو القرآن اللي جاي بالوعد، ما هو القرآن اللي جاي بالوعد. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله، قال راحوا فسروها أهل الكتاب. ليش؟ وين تقال القرآن عليه الكتاب إنهم أوتوا العلم؟ لا، هو قال عنهم آتاهم الكتاب. أصلا لو عندهم علم حقيقي بيسلموا، أصلا لو عندهم علم حقيقي بيسلموا، هو ما آتاهم العلم، هم آتاهم الكتاب. ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارها، لا يكون الحمار عنده علم. مين اللي أوتوا العلم؟ الناس اللي أوتوا العلم بالوعد قبل حصوله. الناس اللي أوتوا العلم بالوعد قبل حصوله، ما لهم هذول؟ هذول لما بيحصل الحدث ومنقول لهم اقروا هاي الوعد، هاي الحدث، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم هاي الوعد، هذا بعد الحصول، هاي الوعد. شو مكتوب في القرآن؟ إن لحظة، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا،
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. شوف هذا إيش؟ هذا تعجب، تعجب. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا أثريته وعد الله فعلا بيحصل، أثريته الله بيفعل وعده، بيكون وعده، بيحقق وعده. الكلام عن الوعد، الكلام عن الوعد. لاحظوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى، من قبله، من قبل مين؟ من قبل تحقق الوعد، لما بيشوف الوعد متحقق. إذا يتلى عليهم، هاي القرآن هاي التحقق، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون، ويقولون سبحان ربنا إن كان، إن يعني نعم أثريته، أثريته، إن كان وعد ربنا لمفعولا، لمفعولا. شوفوا اللام، أثريته وعد الله بيحصل، الله إذا بيحقق وعده بيفعله، بكونه بيحققه، لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أنتم من الناس اللي بيكونوا راح يحصل معهم هذا إن شاء الله، ما هي مش بعيدة، ظنوش إنها بعيدة يعني. طيب تصوروا لما تشوفوا كثير ناس الآن سامع بالآيات والتفاصيل كلها، بما في حتى غير المسلمين، بما في غير المسلمين بيعلموا هذا الكلام، في ناس راح تسلم، وفي ناس اللي عندهم فكرة سابقة إنه الإسلام بتكلم عن هذا الكلام من زمان، والقرآن بيقول لما بشوفوا الحدث وبشوفوا المكتوب يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. أصلا ليش يبكون؟ من الانفعال الشديد، تصديق بعد سنين طويلة، تصديق الرب للوعد اللي قال. كنا نقول وين الوعد، وين تحقيقه، وين بصير، وين بصير، لما تصوروا اللي بيشوفوه وبيشاهدوه وتحققوا بتفاصيله، وتحققوا بتفاصيله المذكورة في بداية السورة، في سورة والتفاسير اللي فصلت في في هذا الموضوع راح يؤدي إلى خشوع. الآن نرجع أقرب مذكور اللي هو ما هو القرآن. ليش الوعد هو مش بدهم يطلوه؟ الوعد عبارة عن إيش؟ قرآن. الوعد يعني هو السياق مستمر تسلسل، فهو الوعد، الوعد في صيغة إيش؟ قرآنية. خلينا إذا نفسر الآن، وقرآنا فرقناه الآن. لاحظ إذا، إذا هون بيرجع على القرآن. طب الوعد القرآن إيش؟ فيه وعد. طب الدليل على أنه المقصود الوعد؟ سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لا مفعولة، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لا مفعولة، كلام عن الوعد. فإذا جاء وعد الآخرة، ما قبل شوي مذكور الوعد، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، وبالحق أنزلناه، هو بالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به، أنو الوعد اللي مذكور أو لا، اللي هو قرآن، اللي هو قرآن. طب نفسر الآن، وبالحق أنزلنا، وبالحق، للأسف إنه الوقت دائما بدركنا، وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. هون وقفوا المفسرين محتارين، إنه هل هذا تأكيد بالحق أنزلنا؟ طب ما هو بالحق نزل، إذا أنت بالحق، إذا بالحق نزل أنزلنا، إذا بالحق نزل. فبعضهم قال لا يمكن، هذا مش توكيد هذا، وبدوا يعطوا معاني. إيش معنى طيب وبالحق أنزلنا وبالحق نزل؟ أيوة لاحظوا، القرآن عندما نزل، نزل مشتملا على الحق، على الحقيقة، ومصاحب للحقيقة، هو نزل بالحقائق. لكن ممكن، لكن ممكن على فكرة أعطيك أنا كتاب يتضمن كل الحقائق، يتضمن كل الحقائق، ولا يؤثر في الواقع، ولا يحق الحق في الواقع. أنا ما بدي بس تيجي تقول لي هاي حقائق، أنا بدي تعلمني كيف أحق الحقائق في الأرض، لأنه الموضوع أصلا اللي بيحكي فيه، اللي بيحكي فيه مش بيحكي بس حقيقة، وبتكلم دينه كيف في النهاية كيف بتم انتصار الحق على الباطل ويحق على أرض الواقع. إذا في فرق بين الحق، هو نزل مشتمل على الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يعني إيش يعني؟
وكيف يتم إحقاق الحق وتثبيته وإيقاعه في أرض الواقع. إذن هو مش بس نزل بالحقيقة، والإسلام أيضا نزل يعلمك كيف تحقق الحق، ولا بس يعطيك كتاب فيه حقائق وخلصنا. طب كيف بدنا نطبق الحقائق في أرض الواقع؟ كيف بدنا ننزلها على أرض الواقع؟ بتدرس سورة الإسراء والقرآن، مش بتجدوا حقائق، بس حقائق لا، وبتجد كيف بعلمك كيف تنزل هذه الحقائق على الأرض. لما يقول هذا الكلام في موضوع الوعد شو المعنى؟ المعنى أنه أنا نزلت حقائق، وأنا منزل على المسلمين كيف بعدين في النهاية يحق الحق في الأرض بما فيه الوعد هذا. الوعد هذا لأنه وراء مين الوعد هذا؟ هذا وراء أوروبا كلها، العالم كل هذا كله بده يخر. لحظة، وبالحق أنزلنا، إذن هو نزل مشتمل على الحق، وبالحق نزل يعني إيش؟ بده يطبق الحق كمان على أرض الواقع. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، هذا خلاصته، لأنه ببشر ناس اللي هو يعني مين؟ مثلكم، وبنذر ناس صدقوا ولا ما صدقوا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وبدكم تتأكدوا إنه هذا الوعد هو نفسه المتكلم عنه في أول هون مسكر، إنه هو نفسه المتكلم عنه في أول السورة. لاحظوا أول السورة بعد ما انتهى من وعد الآخرة شو قال في أول السورة بعد ما انتهى شو قال؟ لاحظوا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لاحظوا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. طب وين ينذر؟ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الكلام نفسه اللي كان عتعقيب وعد الآخرة في بداية السورة، عتعقيب وعد الآخرة في نهاية السورة. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. كان هاي ممكن أنا قفزت على الوعد قبل ما أفسر هاي، والأصل ليش بدي توصلوا للنتيجة لأنه الوقت ضيق، لكن برضو إيش يعني كان لازم نتوقف. لماذا يقول وقرآنا فرقنا؟ إيش فرقنا؟ لتقرأه على الناس على مكث. إيش مكث؟ ونزلناه تنزيلا. وإيش دور المكث هذا في كل التفاصيل؟ نعلو في وقت آخر إن شاء الله. على كل إحنا نستقبل رمضان إن شاء الله، بعد رمضان يكون دروس، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.